وبالموازاة مع ذلك سنتحمل مسؤوليتنا، سنتحمل مسؤوليتنا في مواجهة لوبيات معارضي الإصلاح والتغيير وذوي الفكر الماضوي الهدام. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إن جرأة وصراحة خطاب قيادة حزبكم في الساحة السياسية المعبر عنها بمسؤولية ووضوح في بيانات المكتب السياسي للحزب لا تفسد لود التحالف الحكومي قضية، رغم أن الذين دأبوا على الابتزاز بالمواقف المعارضة من داخل التحالف الحكومي حاولوا الركوب عليها واعتبارها نهاية حتمية للتحالف الحكومي الحالي. لذلك لا مانع أن نذكر هؤلاء من جديد بما يلي: أولاً، أن حزب الأصالة والمعاصرة مستمر في الحكومة الحالية وسيظل أكبر داعم لها، وللسيد رئيس الحكومة بكل مسؤولية وأخلاق، وسيظل من أكبر الأحزاب وفاءً والتزاماً داخل التحالف الحكومي، ومن أكثر الأحزاب انضباطاً للدستور وللقرار الحكومي وتقديراً لمؤسسة رئاسة الحكومة. أن تربية مناضلات، ثانياً، أن تربية مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة تربية أصيلة ترفض ازدواجية المواقف أو ثقافة الطعن من الخلف، تلتزم بالقرار الحكومي وتطبقه حرفياً ولحق التعليق عليه بشكل حر ومستقل. أن المكتب السياسي أعلى هيئة تنفيذية للحزب يعكس الإرادة الجماعية لمناضلات ومناضلي الحزب بمختلف مكوناتهم ومكانتهم، ولا يختزل في وزراء الحزب، وأن آرائه وتنبيهاته فوق وزراء الحزب، ومواقفه تنضبط للدستور وللبرنامج الحكومي ولميثاق الأغلبية، وتعكس قلق مناضلات ومناضلي الحزب من بعض الاختلالات التي قد تعرقل وتيرة الإصلاح أو تؤخر سرعة تنفيذ الأوراش الإصلاحية الشمولية. رابعاً، أن حزب الأصالة والمعاصرة سيستمر في تحمل مسؤوليته الكاملة داخل الحكومة الحالية، ولن نلتفت لسعار بعض الأصوات هنا وهناك والتي راهنت على فشل الحكومة، أو تلك التي تهرب النقاش من المؤسسات الدستورية كفضاءات لتقييم ومناقشات السياسات العمومية إلى الدهاليز المظلمة لقنوات التواصل الاجتماعي لترويج سمومها ومغالطاتها بإشاعات شعبوية رخيصة وبحسابات أغلبها مزور ونكرة لن يتنينا عن مواصلة عملنا وحضورنا المتميز والمغاير في الساحة السياسية الوطنية. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، من موقع إيماننا العميق بأن أدوارنا النضالية داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وداخل المجتمع لن تكون ناجعة وفاعلة إلا عبر بناء مؤسسة حزبية متينة وقوية، الأمر الذي قد يسعفنا في تنظيم أنفسنا ورسم علاقات مؤسساتية واضحة فيما بيننا تساعدنا على النجاح في مهامنا الحزبية والحكومية والبرلمانية والتمثيلية، ومن ثم الإسهام بأدوارنا الدستورية في تأطير المجتمع وفي خدمة قضاياه من مواقعنا المختلفة. لذلك كنا مؤمنين مباشرة بعد المؤتمر الوطني الرابع بالجديدة بأهمية إعادة بناء التنظيم الحزبي رغم تحديات وباء كورونا، وخلال السنتين المتواليتين على عقد المؤتمر ورغم إكراهات الجائحة تمكننا بحمد الله من تدارك التأخر الحاصل على مستوى التنظيم، بل بفضل تضحيات الجميع استطعنا تجاوز السقف والطموح المحدد. وفي هذا السياق قطعنا أشواطاً جد هامة على مستوى عقد المؤتمرات الجهوية، حيث نجحنا حتى اليوم في عقد 6 مؤتمرات جهوية كبرى بطريقة تنظيمية غير مسبوقة، شكلت أعراساً نضالية ديمقراطية توازي المؤتمرات الوطنية لدى بعض الأحزاب وهمت جهات كل من طنجة، تطوان الحسيمة، فاس مكناس، الرباط سلا القنيطرة، سوس مسا، بن ملا الخنيفرة، وجهات مراكش الصفي، وتتأهب خلال الأسابيع القليلة القادمة لعقد 3 مؤتمرات جهوية أخرى جاهزة الآن، وتهم جهات كل من الشرق، الدار البيضاء سطات، ودرعة فيلالت.
وفي نفس الإطار التنظيمي دائماً نجحنا في عقد عشرات المؤتمرات الإقليمية والمحلية فاقت نسبة 80% بفضل تعبئة جماعية لمناضلات ومناضلي الحزب ومنتخباته ومنتخبيه عبر حوارات شفافة وتعاون كامل أثمر على تجديد دماء التنظيم الحزبي ومنح فرص لجيل جديد من مسؤولي الحزب وشبابه وتنظيماته المحلية والإقليمية. هي اليوم جاهزة لتنزيل رؤية وقناعة الحزب على المستوى المحلي والإقليمي، ومن ثم القيام بدورة تأطيرية على أكمل وجه، وفي سياق تنزيل وعد قيادة الحزب في إعطاء المرأة البامية المكانة التي تستحقها داخل الحزب، والعمل على الرفع من حضورها داخل مختلف مؤسسات الحزب وأجهزته وقراراته التنظيمية. تمكنا جميعا من الوفاء بقرار إعادة بناء منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة على أسس تنظيمية ومؤسساتية ديمقراطية توجد بفعاليات مؤتمر وطني كبير عكس بنقاشاته الراقية وحضور مناضلاتنا الوازن من جميع جهات الوطن قوة وحيوية. حزب الأصالة والمعاصرة الذي سيظل كطائر الفنيق الأسطوري يبعث من رماده ويفاجئ الساحة السياسية الوطنية بقوة تنظيماته ونضالية خبنة متميزة. وعلى نفس النهج وبنفس العزيمة يتجه حزبكم نحو بناء منظمة شبيبة حزب على نفس قيم ومبادئ الحوار الشفاف الديمقراطي والتنافسية النضالية الراقية بهدف خلق فضاء شبابي موازي لمؤسسات الحزب يعكس بصدق انشغالات شباب الحزب والشباب المغربي عموما، ويكون آلية ترافعية حية تعكس قوة وحيوية الشباب المغربي الطموح. لذلك نقول لكم شبابنا الأعزاء، كونوا على يقين أنكم ستجدون في قيادة حزبكم نفس الإرادة والعزيمة والدعم لإعادة بناء مؤسساتكم بناء عتيد وصرحا للأفكار والتحرر والتدافع من أجل التغيير نحو الأفضل. وعلى نفس الطريق وبعدما صادقنا داخل المكتب السياسي على تصور الجديد لإعادة بناء الهيئة الوطنية لمنتخبات ومنتخبي الحزب وفق رؤية مقاربة حديثة تستهدف دعم إسناد منتخباتنا ومنتخبينا وتعزيز تواصلهم مع قيادة الحزب وفيما بينهم كما باقي المؤسسات العمومية وإسنادهم بقوة للقيام بمهامهم على أحسن وجه، سنطلق بحول الله قريباً في تنزيل هذه المقاربة والاستراتيجية على أرض الواقع بواسطة لقاء تواصلية تأسيسية ستعرفها الجهات والأقاليم في الأيام القليلة القادمة. أيها الأخوة، لا أخفيكم سراً إذا قلت لكم أن قيادة حزبكم تعمل المستحيل لتدبير الصعوبات والتوازنات المالية والتنظيمية للحزب بغية الرفع من إمكانيات وقدراته المادية واللوجستيكية، وجعل حزبكم في مصاف الأحزاب الكبرى من خلال توفير مختلف وسائل العمل والنجاح للحزب بجميع جهات المملكة. وهذا ما جعلنا لأول مرة في تاريخ حزبنا نبني قاعدة ممتلكات عقارية قوية ولفائدة رصيد الحزب، وعلى رأس اقتناء لأول مرة 3 مقرات مركزية للحزب في الرباط وتخصيص مقرات المكتب السياسي والمجلس الوطني والتنظيم النسائي والشبابي وباقي التنظيمات، واقتناء مقرات في ملك الحزب بعدد من الجهات والأقاليم، واقتناء أراضي جاهزة اليوم لبناء مقرات جهوية راقية تعكس قوة وعمق حضور الحزب في المجتمع بكل من الدار البيضاء وسطات وسوسمسة والشرق وغيرها. في نتائج مبهرة جاءت نتيجة جهود مضنية ونضالية غير مسبوقة لأغلبية منتخبي الحزب مناضلاته ومناضليه، كما قيادة الحزب التي تشكل نموذجا في الانضباط لقرارات الحزب المادية والتنظيمية. وفي هذا السياق وما هذه الجهود الجماعية المضنية لا نفهم تسيب أو سريالية البعض ولا جدية ولا مسؤولية البعض الآخر مما حدا بقيادة الحزب إلى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ بالإجماع القرارات التأديبية الصارمة لمواجهة هذا التسيب، تعكس التقدير الحقيقي لمضمون القانون الأساسي للحزب والتنزيل السليم لقيم تخليق العمل الحزبي والترجمة الحرفية لصورة حزب الأصالة والمعاصرة الجديد المبنية على حزب المؤسسات أو الأشخاص احتراماً لذكاء جميع المناضلات والمناضلين والوفاء بالالتزامات
وممارسات السياسة بنضالية وتضحية والولاء للوطني ولمصلحة الحزب العليا ولمؤسساته. لن يكون بعد اليوم حزب الأشخاص، سيكون حزب القانون الداخلي والنظام الأساسي للحزب. ومن يعتقد بأنه بالولاءة الشخصية أو يعتقد أنه وحده يمكن أن يفرض قراره على هذا الحزب فهو واهم. سنعطي للقانون دوره وسنعطي للنظام داخله، وعلى الأشخاص أن يدوبوا في النظام الداخلي وفي تنفيذ قرارات الحزب. في هذا الصدد لابد لا بأس أن نجدد التأكيد على أن زمن الولاءات للأشخاص وللنافذين في الحزب مهما بلغت قيمتهم الانتخابية والمادية قد ولى وانتهى. وفي هذا الصدد لا بأس أن نجدد التأكيد على أن زمن الولاء للأشخاص وللنافذين في الحزب مهما بلغت قيمتهم الانتخابية والمادية قد ولى وانتهى، وأن زمن اتخاذ الحزب ومؤسساته ومهامه بيتاً آميناً للانتهازية أو الوصولية أو المصلحة الذاتية الضيقة على حساب مصلحة الوطن ومصلحة الحزب قد انتهى أيضاً. وأن قيادة الحزب ستتخذ المزيد من القرارات التأديبية عن قناعة ودراسة معمقة للأشياء مهما كانت مؤلمة، لأن مثل هذه القرارات هي من تقوي حزبكم وتحصنه وتجعله حزبا متميزا في الساحة الوطنية، وهي من تبني حزب المؤسسات لا حزب الأشخاص مهما تغيرت شطحاتهم، هي من تعيد الاعتبار لكم كمناضلين وكمناضلات أوفياء ومحترمين، وهي أصل قيم التأسيس التي لا محيدة ولا زيغة عنها. أخواتي إخواني، نعلم جيدا أنكم كمنتخبين لن تؤدوا رسالتكم النضالية والسياسة على الوجه الأكمل دون سند قوي من بنية إدارية حزبية فاعلة بعيدة عن الولاء للبعض وقريبة من إرادة جميع المناضلين والمناضلات وعلى قدم المساواة بينهم في دعم واجهاتهم النضالية المختلفة. ومن منطلق الموقع الجديد للحزب اليوم داخل الحكومة، الأمر الذي طرح علينا رهانات جديدة كفاعلين سياسيين وعلى الإدارة كذلك، قمنا بتقييم أولي لأداء إدارة حزبنا مركزيا وجهويا وإقليميا وارتباطا تام مع التجديد الذي يعرفه التنظيم الحزبي إقليميا وجهويا. الأمر الذي مكننا من الوقوف على الجهود الجبارة التي تقوم بها الإدارة الحزبية وكذلك بعض الاختلالات في إدارة حزبنا لا سيما في بعض الأقاليم والجهات رغم ما رصدناه لها من إمكانيات هامة للعمل، ونحن عازمون على إعادة بنائها وفق المعطيات الجديدة وكذلك وفقا لقرارات مؤلمة بالنسبة لموظفي الإدارة. وبكل وضوح سجلنا نضالا وحماسا قويا عند البعض كما سجلنا فتورا وترخيا ولا مسؤولية عند البعض الآخر، وسنتخذ القرار المناسب لمواجهة ذلك. لذلك سنعمل خلال الأيام المقبلة على تنزيل التصور الجديد لعمل الإدارة الحزبية بهدف إعطاء دفعة جديدة للإدارة الحزبية وفق قيم الإبداع والمبادرة ومن ثم اتخاذ جماعيا من نراه مناسبا للرفع من المردودية والعطاء حتى نوفر لمناضلاتنا ومناضلينا جميع شروط النجاح والعمل. أيتها الأخوات أيها الإخوة، إن 3.5 سنوات من الاجتهاد والعمل المتواصل منذ مؤتمر الجديدة كانت كافية لإعادة بناء حزبنا على جميع المستويات سياسيا ومؤسساتيا وإعلاميا وانتخابيا بفضل النضالات وجهود الجميع، وكانت كافية لنظهر للجميع بأن حزب الأصالة والمعاصرة حزب قوي وعتيد تحدى وانتصر على إكراهات الجائحة وتغلب على أطار جروح وصراعات الماضي بسمو أخلاق مناضلاته ومناضليه وترفعهم عن الصغائر وعن الضغائن وتطلعهم بشكل جماعي نحو بناء مستقبل الحزب على أسس متينة وقوية. ورغم ضيق الوقت ربحنا معركة الاستحقاقات الانتخابية لصيف 2021 بشكل جيد
مكننا من ترسيخ موقعنا كقوة سياسية كبرى في الوطن بفضلكم وفقط بفضلكم أنتم مناضلو الحزب وأعضاء المجلس الوطني. تساهم اليوم في تدبير الشأن العام داخل الحكومة والبرلمان، وتقود ثلث مجالس الجهات ومئات الجماعات الترابية والغرف المهنية في مكانة سياسية جد محترمة وآمنة وقوية. جعلتنا اليوم ندخل في مرحلة الإعداد الجيد والهادئ لمحطة مؤتمرنا الوطني المقبل الذي نعتزم بقوة عقده في وقته المحدد، لنؤكد بالملموس على أننا حزب وطني قوي يسير بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً. ونؤكد من جديد أننا نحترم التزاماتنا ونحترم آجال مؤتمراتنا ونحترم التداول الديمقراطي في قيادة الحزب. لذلك علينا أن نفتخر اليوم جميعاً كحزب وطني كبير وكمناضلات ومناضلين ملتزمين أنه خلال هذه الدورة سنقوم بتأسيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر لمؤتمرنا القادم الذي سيكون في الموعد المحدد والتي ستحدده اللجنة التحضيرية وسيلتزم بالآجالة المحددة قانوناً. نعطي بذلك رسائل تنظيمية قوية لمختلف الفاعلين السياسيين وللمواطنات والمواطنين على أننا حزب المؤسسات، حزب التنظيم، حزب احترام القانون وتقدير ذكاء مناضلاته ومناضليه. لذلك على دورتنا هذه ربح رهان اختيار اللجنة التحضيرية بطريقة ديمقراطية وشفافة لتحقق ما ينتظرها من عمل نضالي ولوجستيكي هام ومن أوراق عميقة ومتميزة تطرح في مؤتمر وطني كبير بداية السنة المقبلة. نريد صورة حقيقية لتطلعات جميع المناضلات والمناضلين، ويعكس القوة السياسية للحزب، ويكون درساً جديداً يكرس لمن لا يزال يصاور الشك بأن حزب الأصالة والمعاصرة قادم وبقوة في خلال محطة 2026، ونحن ننتظركم جميعاً، وشكراً.